السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جريد فور. هناخد مع بعض النهاردة قصة سيدنا يونس عليه السلام. أول حاجة، مين هو نبي الله يونس؟ اسمه إيه؟ هو يونس ابن متى، وبيرجع نسبه إلى سيدنا سليمان عليه السلام. يبقى لما يجي يقول لك من هو نبي الله يونس، هتقول هو يونس ابن متى ويرجع نسبه إلى سيدنا سليمان عليه السلام. طيب، ولد فين سيدنا يونس؟ أين ولد نبي الله يونس عليه السلام؟ ولد في قرية نينوى بالعراق. ولد في قرية نينوى بالعراق. وإلى أي قوم بعث النبي يونس عليه السلام؟ بعث الله النبي يونس إلى أهل قريته نينوى بالعراق. يبقى إذن سيدنا يونس ولد في قرية نينوى، وبيرجع نسبه إلى سيدنا سليمان، ولما بعثه الله بالوحي وبالرسالة بعث إلى قرية نينوى في العراق. بقى نتعرف على رسالة النبي يونس ودعوته. قرية نينوى كانت بتعيش في ظلمات الجهل والشرك، قعدت زمن طويل جداً بيعبدوا الأصنام وبيعبدوا أي إله آخر غير الله سبحانه وتعالى. فبعث الله نبيه يونس إلى قرية نينوى بالعراق علشان يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. دعا سيدنا يونس قومه إلى عبادة الله وحده، ولكنهم رفضوا أن يتبعوا النبي وأن يؤمنوا بالله وحده لا شريك له، وأصروا على كفرهم. يبقى إذن راجع معايا، إيه هي رسالة النبي يونس إلى قومه؟ أول حاجة، الإيمان بالله وحده لا شريك له. تاني حاجة، أن يسلكوا طريق الهداية. يبقى رسالة النبي يونس الذي بعثه الله بها إلى قومه، الإيمان بالله وحده لا شريك له، وأن يسلكوا طريق الهداية. طيب، إيه هي فضائل النبي يونس عليه السلام؟ ايه فضل النبي يونس؟ لكل نبي من انبياء الله عز وجل فضل. من فضائل النبي الكريم يونس عليه السلام ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحبه، حتى انه قال: ما ينبغي لعبد ان يقول اني خير من يونس ابن متى، ونسبه الى نفسه. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا يونس عليه السلام: ما ينبغي لعبد أن يقول أني خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى نفسه. خليك فاكر السؤال ده كويس. إيه بقى هي قصة سيدنا يونس؟ قعد سيدنا يونس يدعي قومه إلى عبادة الله فترة طويلة، ولكنهم أصروا على العناد والكفر، وتمردوا على النبي الكريم، وأصروا على عبادة الأصنام. فاعتقد سيدنا يونس عليه السلام أنه أدى رسالته وقام بمهمته اللي أمر الله بها، وقعد يدعوهم فترة طويلة. فلما أصروا على كفرهم وعدهم بحلول العذاب عليهم بعد 3 ليالي. غضب سيدنا يونس من قومه لأنهم أصروا على الكفر، فخرج من المدينة اللي هي قرية نينوى وهو غاضبا من قومه، حتى وصل إلى ساحل البحر. ولما وصل سيدنا يونس إلى ساحل البحر، وجد عليها سفينة تستعد إلى السفر، فطلب من أصحابها، من أصحاب السفينة، إنه يركب معاهم السفينة. ففعلا وافقوا على أن يركب معهم، وركب معهم النبي الكريم يونس عليه السلام. احنا قلنا ان سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا من قومه، اتى ساحل البحر ووجد سفينه بتستعد للاقلاع، وطلب من اصحاب السفينه انه يركب معاهم. لان اهل السفينه عارفين ان سيدنا يونس كان معروف عنه الصلاح والتقوى، فركب معاهم السفينه، وبدات السفينه تسير في مياه البحر. وفجاه حصل اضطراب شديد جدا،
وهاج موج البحر على السفينة من كل مكان، وحاوط الموج السفينة، واضطربت اضطراب شديد جدا. فعمل ايه اصحاب السفينة؟ بدأوا ان هم يتخففوا من احمال السفينة، يعني بدأوا يلقوا بعض من الاشياء اللي هم شايلينها معاهم في السفينة. فلقوا ان برضو السفينة حملها تقيل برضو بعد ما تخففوا من كمية كبيرة جدا من احمالهم، وعمال الموج يضطرب اضطراب شديد. فبدأوا ان هم يتشاوروا وان هم يقترعوا علشان يخففوا من حمل السفينة. فهيعملوا ايه؟ هيعملوا قرعة. يعني ايه قرعة؟ يعني هيجيبوا اسهم وهيكتبوا على كل سهم اسم من اسماء الناس اللي واقفين على السفينة، وهيرموا هذه الاسهم، والسهم اللي هيتبقى هو دوت اللي هيقذف بنفسه في البحر. فبدأوا فعلا يقترعوا، وفي المرة الأولى طلع اسم سيدنا يونس في القرعة. فرفض أهل السفينة إن هم يلقوا سيدنا يونس في البحر لأنه رجل صالح. فبدأوا يقترعوا مرة تانية، فطلع اسم سيدنا يونس برضو، واقترعوا مرة تالتة، فطلع اسم سيدنا يونس 3 مرات. تعالوا نشوف ايه اللي حصل بعد كده. قلنا ان وقعت القرعة على سيدنا يونس، فرفض القوم ان هم يلقوه في البحر لانه عارفين عنه بالصلاح وبالتقوى. فاعادوا القرعة لمدة 3 مرات، وفي كل مرة كان بيقع الاسم على سيدنا يونس. فقرر سيدنا يونس عليه السلام انه يلقي بنفسه في البحر. فلما القى سيدنا يونس نفسه في البحر علشان يروح الى ساحل البحر الناحية التانية، ارسل الله له حوتا يلتقمه. لما القي سيدنا يونس في البحر ارسل الله له حوتا التقمه، وامر الله تعالى الحوت الا ياكل له لحما ولا يهشم له عظما. يبقى خلاص بقى سيدنا يونس وقع في البحر، بعث الله له حوتا عظيما التقمه، وامره الله الا ياكل له لحما ولا يهشم له عظما، واستقر سيدنا يونس في بطن الحوت. احنا قلنا سيدنا يونس وجد ايه عندما خرج مغاضبا من قومه واتى ساحل البحر؟ برافو عليكم، وجد سفينة وطلب من أصحابها أن يركب معهم. ماذا فعل أهل السفينة بعد اضطرابها في البحر؟ عملوا إيه؟ برافو، تشاوروا فيما بينهم أن يقترعوا، ووقعت القرى على مين؟ على سيدنا يونس، وألقوه من السفينة. راجع معايا، على من وقعت القرعة في كل مرة؟ أحسنتم، وقعت القرعة على سيدنا يونس 3 مرات. لماذا رفض ركاب السفينة أن يلقوا سيدنا يونس في البحر؟ رفضوا ليه؟ لأنه كان رجلا صالحا. تعالوا نكمل قصة سيدنا يونس في بطن الحوت. استقر سيدنا يونس في بطن الحوت وقعد فترة طويلة حتى ظن أنه قد مات. قعد سيدنا يونس في بطن الحوت، طبعا هو مش عارف هو فين، حواليه ظلام، حواليه مية، هو مش عارف هو قاعد فين، فاعتقد أنه مات. وفجأة بدأ يسمع سيدنا يونس عليه السلام تسبيح الحيتان والأسماك من حوله، فعلم أنه ما زال حيا، فسجد لله سبحانه وتعالى لكي يشكره ويحمده أنه ما زال حيا. احنا قلنا ان سيدنا يونس سمع تسبيح الحيتان للرحمن، فدعا سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت رب، وقال ايه؟ قال دعاء جميل قوي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وقعد يكررها كذا مرة، حتى ذكر في القرآن الكريم قوله تعالى
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. القرآن الكريم بيحكي لنا إن سيدنا يونس لما ذهب مغاضبا من قومه واعتقد أنه أدى رسالته ووقع في الظلمات، ظلمات بطن الحوت، فنادى الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. احنا قلنا ما الذي سمعه سيدنا يونس عندما كان في بطن الحوت؟ سمع تسبيح الحيتان لله سبحانه وتعالى. ما الدعاء الذي نجى سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت؟ برافو، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نتعود إن احنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونقول هذا الدعاء الجميل لكي لا يصيبنا أي هم أو غم. ماذا أوحى الله إلى الحوت بعد أن سمع تسبيح سيدنا يونس عليه السلام؟ لما سيدنا يونس دعا ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الحوت بأن يلقي سيدنا يونس على ساحل البحر وهو ضعيف البدن. يبقى ماذا أوحى الله إلى الحوت بعد أن سمع تسبيح سيدنا يونس عليه السلام؟ ألقى الحوت سيدنا يونس عليه السلام على ساحل البحر وهو ضعيف البدن. وبكده نكون انتهينا من الجزء الأول من قصة سيدنا يونس. وقفنا فين؟ عندما كان سيدنا يونس في بطن الحوت ودعا الله سبحانه وتعالى بالدعاء الجميل اللي احنا حفظناه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى الحوت أن يلقي سيدنا يونس على ساحل البحر بعد أن دعا الله عز وجل. المرة الجاية هنكمل مع بعض قصة سيدنا يونس ونشوف إيه اللي حصل بعد كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.